هذا يسأل عن هل يجوز أخذ الراتب على الإمامة والأذان وتنظيف المسجد؟ نعم يجوز، هذا شيء حق للأئمة والمؤذنين لأجل أن يتفرغوا للإمامة والأذان، ولو لم يعطوا ما يعينهم وما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم ما تمكنوا من الإمامة والأذان، وما زال عمل المسلمين من عهد الخلفاء الراشدين أنهم يعطون الأئمة ويعطون المؤذنين ويعطون القضاة ويعطون المدرسين من أجل أن يتفرغوا، وإلا هم يحتاجون إلى طلب الرزق، لهم ولأولادهم، فإذا لم يؤمن لهم ما يكفيهم فإنهم سيتركون هذه الأعمال، والأمة بحاجة إليها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله.